نروح مع حضراتكم دلوقتي للمياء حمدين ونشوف كده اخر اخبار الطقس سريعا مع لمياء. صبح عليها مره ثانيه استاذه لمياء. شكرا لكم مشاهدينا. هيئه الارصاد بتتوقع ان النهارده في انخفاض في درجات الحراره، والطقس هيكون مائل للدفء نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه الشرقيه ودافي على شمال الصعيد وجنوب سيناء، كمان مائل للبروده على السواحل الشماليه الغربيه وحار على جنوب الصعيد. انما بالليل والصبح بدري الجو هيكون بارد على اغلب الانحاء، وكمان في نشاط للرياح على بعض المناطق، وهو ده اللي هيزود الاحساس ببروده الجو. خلونا نعرف دلوقتي تفاصيل اكتر عن حاله الجو النهارده من الدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه لمياء، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك، وطمنينا عن حاله الطقس النهارده. احنا طبعا اليوم هنبدا نشهد انخفاضات في قيم درجات الحراره بعد الارتفاعات المؤقته في قيم درجات الحراره اللي شفناها امس واول امس. احنا بالامس مسجلين عظمى على القاهره الكبرى 27 درجه مئويه، وده بفعل الكتل الهوائيه الصحراويه اللي كانت بتاثر علينا. اليوم مصادر الكتل الهوائيه هتختلف تماما، وتصبح كتل هوائيه شماليه معظمها قادم من جنوب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط، فبالتالي انخفاض في قيم درجات الحراره بمعدل 5 درجات عن امس. هذا انخفاضات هنحس بيها بشكل كبير، والانخفاض ده موجود في معظم محافظات الجمهوريه. اليوم العظمى على القاهره الكبرى متوقع ان هي تكون 22 درجه مئويه خلال فتره النهار، فبالتالي احساسي بالطقس خلال فتره النهار طقس مائل للدفء على القاهره الكبرى، الوجه البحري، بعض المناطق من السواحل الشماليه، ويمكن كمان بعض المناطق من السواحل الشماليه الغربيه او الشرقيه تحس ببروده اكثر، لان قيم درجات الحراره فيها هتكون اقل من المحافظات الداخليه. طقس كمان دافي في المحافظات الجنوبيه، شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده بيكون في فتره النهار. هنلاحظ كمان ان اليوم هيكون في وجود سحب منخفضه متوسطه هتعمل طبعا على حجب جزء من اشعه الشمس، فده هيساعد على انخفاض قيم درجات الحراره فتره النهار. كمان فترات الليل مع الغياب التام لاشعه الشمس مزيد من الاحساس بانخفاض قيم درجات الحراره، مزيد من الاحساس بالبروده. صغرى فترة الليل على القاهرة الكبرى 13 درجة مئوية، فبالتالي طقس فترة الليل طقس بارد على أغلب محافظات الجمهورية، خاصة في ساعات الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر، بالأخص كمان في المدن الجديدة أو الأماكن المفتوحة بتحس بالبرودة أكثر من المناطق الداخلية، فبالتالي لازم ناخد بالنا من فرق قيم درجات الحرارة ومن البرودة اللي هتبقى موجودة معانا. انخفاض قيم درجات الحرارة ده متوقع أن هو يكمل معانا لحد يوم الاثنين اللي جاي، فاحنا على مدار الايام اللي جايه حتى يوم الاثنين اللي جاي في درجات حراره معتدله ومنخفضه بشكل كبير اقل من المعدلات الطبيعيه فتره النهار وفترات الليل. اليوم كمان متوقع ان يكون في نشاط نسبي للرياح في بعض الاماكن من شمال الصعيد او جنوب سيناء او بعض الاماكن من السواحل الشماليه للبلاد. نشاط الرياح ده هيخلينا نحس بانخفاض قيم درجات الحراره في الاماكن اللي احنا قلناها، تمام، وخاصه فتره المساء وساعات الليل، لكن ما فيش منه اي تاثير على اي اعمال انشطه يوميه او حتى يكون مثير للرمال والاتربه. في الاحوال الجويه مستقره، تمام، فقط الملابس الشتويه اللي بناكد عليها بس خلال الايام اللي جايه. بشكرك شكرا جزيلا الدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، ونبداها بالقاهره للعظمى فيها 22 والصغرى 13، العاصمه الاداريه 22 13، اسكندريه 19 14، والعلامين الجديده 19 13، مطروح 18 12، ودمياط 20 12، بورسعيد 21 13، الاسماعيليه 22 13. السويس العظمى فيها 22 والصغرى 13، العريش 21 12، كاترين 15 8، وطابة 23 15، حلايب 26 17، وشلاتين 28 16، شرم الشيخ 25 16، الغردقة 27 16. الفيوم العظمى فيها 22 والصغرى 12، بني سويف 22 13، الوادي الجديد 28 11، اسيوط 23 12، سوهاج 28 13، قنا 30 14، الاقصر 30 13، واخيرا اسوان العظمى فيها 31 والصغرى 15. مشاهدينا دي كانت درجات الحراره المتوقعه النهارده، ودي كمان تعليمات هيئه الارصاد الجويه. ومره ثانيه هنروح لباسنت محمد نكمل معاهم فقراتنا. شكرا ليكي لمياء.